مرحبا وحياكم الله في هذه الحلقة الجديدة من برنامج المجلة الاقتصادية التي نخصصها للحديث عن قطاع التأمين في فلسطين 2017-2018. قبل ذلك نذهب إلى هذا الموجز الاقتصادي. أهلا بكم إلى موجز الاقتصاد. صدق مجلس إدارة هيئة تشجيع الاستثمار الفلسطينية على منح حوافز لتسعة مشاريع استثمار برأس مال إجمالي بلغ نحو 20.5 مليون دولار ضمن قطاعات الصناعة والسياحة والصحة والطاقة المتجددة. وأوضحت الوزارة أن المشاريع توزعت في محافظات القدس ورام الله والبيرة والخليل ونابلس وطوباس وطول كرم. هذا وتم تسجيل مشاريع المستثمرين في مجتمع الاغتراب بقيمة حوالي 4.5 مليون دولار. أفادت شركة الوطنية لصناعة الألمنيوم والبريفيلات نابكو أن صافي أرباحها خلال العام 2017 ارتفع بنسبة 44% ليصل إلى حوالي 462 ألف دينار أردني مقارنة بالعام 2016، وارتفع مجموع الموجودات بنسبة 2.3%، كما ارتفع مجموع المطلوبات بنسبة 0.5% مقارنة بنهاية العام 2016، فيما بلغ مجموع حقوق الملكية نحو 10.8 مليون دينار بارتفاع نسبته 4%. قالت شركة ميتسوبيشي اليابانية أنها ستستدعي حوالي 640 ألف سيارة من مصانع في أنحاء العالم، لأن حزام المحرك يمكن أن يصبح رخوا ما يتسبب في تعطله. ويشمل الاستدعاء سيارات الدفع الرباعي أوتلاندر من عام 2008 حتى عام 2012، وسيارات الدفع الرباعي الرياضية أوتلاندر سبورت من عام 2011 حتى عام 2012، وسيارات لانسر من عام 2009 حتى عام 2012، وسيارات لانسر سبور باكس من عام 2010 حتى عام 2012. حققت شركة أبل أرباحا هي الأعلى في تاريخها في الربع الأخير من العام الماضي، بلغت 20.1 مليار دولار أمريكي. وأوضحت الشركة أنه رغم تراجع مبيعات أجهزة آيفون بواقع 1%، لكن ارتفاع سعر آيفون إكس ساهم في ارتفاع الإيرادات. بهذا نصل مشاهدينا إلى نهاية موجز الاقتصاد، في أمان الله. في هذه الحلقة الجديدة من برنامج المجلة الاقتصادية يسعدنا أن نستضيف السيد براق النابلسي مدير عام هيئة سوق رأس المال، مرحبا بك، لنتحدث أكثر عن قطاع التأمين في فلسطين في 2017 وفي العام الحالي 2018. مرحبا بك سيد براق. قراءة سريعة لقطاع التأمين في فلسطين في العام المنتهي وفي هذا العام الجديد، بالتأكيد هناك الكثير من المعطيات، المعلومات، التقارير حول قطاع التأمين في فلسطين، يرغب كل المشاهدين بمتابعة هذه التقارير وأيضا للتعرف على ما هو جديد في قطاع التأمين في فلسطين. نعم، شكرا سيد هارون. العام 2017 انتهى بنشاط تأمين مميز في عام 2017 بارتفاع في قيمة المحفظة التأمينية بنسبة حوالي 28%، حيث بلغت في نهاية العام 2017 حوالي 250 مليون دولار أمريكي مقارنة ب 195 مليون دولار أمريكي في نهاية العام 2016، بالتالي في زيادة حوالي 28%. هذه الزيادة مردها مجموعة من القرارات التي صاحبت السوق التأميني، أهمها كان قرار الحكومة الفلسطينية بتصويب أوضاع المركبات غير القانونية والتي منحت فيها فترة المواطنين تصويب أوضاع المركبات، انعكس على تصويب أوضاعهم وترخيص المركبات وانعكس على تأمين هذه المركبات، وبالتالي هذه القرارات الحكومية زيادة طبيعية في سوق التأمين، النمو الطبيعي في سوق التأمين انعكس بدوره على حجم هاي الأقساط التأمينية. بالمقابل في عندك تعويضات مدفوعة من قبل شركة التأمين بلغت حوالي 160 مليون دولار أمريكي كانت خلال عام 2017، وقد يكون هذا الركن الأهم في قطاع التأمين بما يمثل هذا الرقم من أهمية تأمينية وتوفير حماية وسلم أهل المواطنين، بمعنى بآخر التأمين هو خدمة تأمينية يقابلها تعويض عن الخطر اللي بيصير المواطن، بعزز السلم الأهلي، برفع النمو الاقتصادي في المجتمع، وهذا هون
تركيزنا بهيئة سوق رأس المال أن يكون التعويضات المدفوعة توافق إلى حد ما مع قيمة الأقساط التي يحصلها شركات التأمين مع أرباح هذه الشركات، بما ينعكس إيجابيا على المواطن، ويحس المواطن بالنهاية أنه بحصل خدمة تأمينية مميزة، في هناك مصداقية لدى شركات التأمين في التعامل مع المطالبات، في التعامل مع تلك المطالبات بمهنية وامتياز دون أي تماطل دون أي تسويف، خلق الثقة ما بين المواطن وشركة التأمين اللي احنا بنحاول نعززها حاليا، في هناك ثقة إلى حد ما مقبولة عنها حاليا، لكن الأفضل يكون في ثقة وقناعة أنه هاي شركات التأمين موجودة من أجل خدمة المواطن. عامل الثقة مهم، إن حجم التوعية عند المواطن مهم، بمعنى بآخر أن يعي المواطن أهمية النشاط التأميني، الخدمة التأمينية، خصوصا المواطنين الذين لا يتعاملوا مع هاي الخدمة بصفة إلزامية. إحنا في عنا دراسة بالهيئة تبين أنه قيمة الأشخاص البالغين الذين يقومون بالحصول على خدمة تأمينية بشكل اختياري حوالي 10%، وهي نسبة متدنية جدا. بالتالي هذا حكي بحاجة إلى توعية تأمينية من قبل الهيئة، من قبل شركات التأمين، من قبل الاتحاد الفلسطيني شركة التأمين، بما ينعكس على رفع السلم الأهلي وحماية المواطن والمجتمع الفلسطيني. نتأمل 2017 أنه يكون عام في مجال التعويضات بالنسبة أنه يكون عام مناسب، لكن يجب أن يكون هناك ارتفاع في وتيرة قيمة التعويضات تناسب مع قيمة الأقساط والأرباح اللي بتحققها هذه الشركة. نعم سيد برق، يعني 160 مليون دولار حجم التعويضات، رقم كبير جدا. صحيح، قد يكون للمرة الأولى يكون هذا الرقم. صحيح سيد هارون، هو مرد الرقم هو يعني الوضع الاجتماعي والاقتصادي اللي بتعيشه الضفة الغربية وقطاع غزة. انت في عندك ارتفاع كبير في حجم الحوادث، اذا رحنا على ارقام الاحصائيات اللي صادرة عن الادارة العامة للمرور عن ارتفاع وتيرة الحوادث اللي تمت في عام 2017 وما نبثق عنها من تعويضات وارتفاع في حجم الوفيات والاصابات التي عاشها المجتمع الفلسطيني، انعكس بشكل سلبي على اوضاع شركة التأمين وانعكس بشكل ايجابي منها انه هي مفروض تدفع هاي التعويضات. هذا الرقم 160 مليون قد يكون رقم كبير، لكن يجب ان ناخذ بعين الاعتبار قديش في عندك عدد مركبات حصلت حوادث فيها، قديش في عندك تعويضات للمواطنين، قديش في عندك وفيات صارت في عام 2017، كان حجم الوفيات والاصابات عام 2017 مرتفع بشكل كبير عن 2016، بالتالي انعكس في قيمه هاي التعويضات. التعويضات هي سواء كان تعويض مادي او معنوي، سواء كان تعويض ل الشخص اللي عمل الحادث بالإقامة في المستشفيات ومعالجة أو معالجة حالات العجز اللي هو بتقضاها، أو تعويض للورثة والمتوفين. وبالتالي هذا موضوع مهم كتير نركز عليه إحنا بالهيئة، نشتغل مع الشركات في تعزيز التواصل بين الشركات التأمين وبين المواطن. بمعنى بآخر إحنا الهيئة نتلقى مزيد من الشكاوي حول تلقي بعض الشركات في تزيد بعض التعويضات، يعني في عنا شكاوي بتيجي بشكل أسبوعي وشهري، الأصل إن هاي الشكاوى تقل بشكل تدريجي بحيث يكون في عندك ثقة بين المواطن. ولذلك قمتم بالطلب من الشركات الفلسطينية بإيجاد دوائر خاصة، نعم، بالرقابة والإشراف والمتابعة لكل، نعم، ما يتعلق بالتعويضات. نعم نعم، يجب أن هل قامت الشركات بعمل هذه الدوائر؟ الشركات مطلوب منها أن يكون في عندك دوائر مهنية وأشخاص ذو كفاءة مهنية في مجال التعامل مع قضايا التعويضات، دوائر خاصة في التعويضات، التأمين الصحي، المطالبات. هاي الشركات احنا بنشتغل معها في مجال رفع القدرة الفنية عندها، في مجال رفع قدرتها على مجال، في مجال أنظمة الرقابة الداخلية، الامتثال، في مجال التعامل مع المواطنين بشكل يسر وسهولة، لكن بدها ضوابط من الهيئة أكثر في مجال فن تشريعات وتعليمات وقرارات للشركات المساهمة العامة كشركات تأمين، في إلزامها بتعيين مستوى مقبول من الأشخاص المعينين المقبولين لدى الهيئة. والهيئة حاليا بتشتغل مع معهد البحرين للتأمين في إيجاد مجموعة من المهن التي يتوجب فيها على شركات التأمين قبل تعيين أي شخص في مواقع معينة لدى شركات التأمين الحصول على ترخيص من قبل الهيئة واجتياز امتحانات التي ستقوم الهيئة بعقدها مع هذا المعهد المختص للموظفين بشكل، نعم، كامل. نعم، لمجموعة مختارة من الموظفين ومجموعة مختارة من الوظائف. احنا حكينا في بداية الحديث انه هاي الوظائف بدها نوع من المهنية، نوع من الكفاءة العالية. بالتالي الهيئة تعاقدت مع معهد البحرين للتأمين في عقد امتحانات متخصصة لمجموعة من الوظائف بحيث يلزم على اي شركة تأمين قبل تعيين اي شخص
أن يكون حاصل على هذا الترخيص من قبل هيئة ومجتاز الامتحان الذي تعهده الهيئة بالتعاون مع معهد البحرين للتأمين، بما يمكن إيجاد أشخاص ذو مهنية عالية. وإحنا لا نقلل من حجم المهنية العالية عند شركات التأمين، لكن بحاجة لرفع قدرات فنية إضافية تتواكب مع أفضل الممارسات العملية الموجودة في هذا القطاع. بمعنى بآخر، في عند شركات التأمين مجموعة وظائف، هدفنا الأساسي نعمل على نمو هذه الوظائف، نمو العاملين فيها، عدم الاكتفاء بعملات عادية واعتيادية. التأمين متقدم حاليا لا يقصر فقط على مركبات والتأمين الصحي وتأمين، لكن قد يؤثر ذلك على يعني الميزانية العامة لهذه الشركات. شركات التأمين عندها مجموعة من البرامج والمخصصات التي يتم رصدها في بداية كل عام من أجل عقد مجموعة من دورات تدريبية ورفع كفاءة العاملين لدى هاي الشركات. لكن يجب أن تكون هاي الشركات من وجهة نظر الهيئة أن تقوم برفع قدرتها على مواكبة أفضل الممارسات الدولية في مجال خبرة التأمين. على سبيل المثال، إحنا نشتغل حاليا مع الدفاع المدني ومجموعة مدنيات في إمكانية إلزامية وجود تأمين للحريق أو تأمين المصاعد، وبالتالي توجب في هذا الموضوع أن يكون في عندك خبرة عن شركة التأمين في آلية إيجاد بوليصة التأمين أو التأمين توافق مع هذه الاحتياجات الفعلية للمواطنين. يجب أن يكون عند شركة التأمين أشخاص قاضين على سياسة التأمين تأخذ بعين الاعتبار مخاطر هذه الشركات التأمين، قدرتهم على إنجاد برامج تأمينية جديدة في مجال تأمين الإخطاء الطبية، في مجال تأمين الحريق، تأمين المصاعد بشكل أو بآخر، رفع قدرات هاي الشركات والعاملين فيها وحتى رفع قدرات الهيئة في هذا الموضوع، بما يمكنه من إيجاد ممارسات عالمية في مجال سن إضافات نوعية من التأمين غير إلزامية. إحنا التأمين الإلزامي كما هو معروف هو تأمين مركبات وتأمين العمال، وكلما كان وعي المواطن أقل كلما كانت اتجهت السياسة الحكومية والرقابية. وفيما يتعلق بتأمين العمال ليس من توجه لكل أصحاب المصانع والشركات لتأمين العمال. صحيح، ومتأمل حاليا بعد إقرار قانون الضمان الاجتماعي وخروج مؤسسة الضمان الاجتماعي لحيز الوجود وبداية عملها في شهر 3 و4 تنتقل مسؤولية تأمين إصابة العمال إلى الضمان الاجتماعي بحكم القانون. بالتالي هون متوقع أن يكون في عندك نمو في محفظة العمال، سيكون هون تأمين العمال إجباري لجميع الأشخاص العاملين في فلسطين والمؤسسات. بالتالي في عندك توقع بارتفاع نمو المشمولين في إصابة العمال، بالتالي هذا يحتم على شركات التأمين والهيئة أن توافق مع هذه الأوضاع وتعزيز قدراتها الرقابية كهيئة وتعزيز قدرات المواطنين والعاملين في شركات التأمين بما يمكنهم من خدمة هذا التأمين بشكل يتوافق مع الممارسات الدولية في هذا المجال. نعم سيد براق، التقليل من الشكاوى التي تصل إليكم عن الشركات الفلسطينية وأيضا كل الإجراءات التي سوف تقومون بها من أجل عمليات الرقابة والإشراف على عمل الشركات لتنفيذ التعويضات بالشكل المناسب، هل سيرفع ذلك من هذا الرقم الذي وصلت إليه شركات التأمين بحجم التعويضات 160 مليون دولار؟ نحكي عن واقع المجتمع الفلسطيني. إحنا المجتمع الفلسطيني حجم البنية التحتية الموجودة فيه في مجال إصابات الحوادث أو المركبات في مشكلة حقيقية. معنا بآخر، إحنا في عنا نمو كبير في عدد المركبات العاملة على شوارع الوطن مقابل وجود بنية تحتية لحد ما محدودة، وبالتالي هذا بخلق ضغط إضافي على الشركات التأمين وعلى الهيئة في إمكانية وجود ممارسات تتوافق مع الممارسات المعمولة دوليا. بمعنى بآخر، يجب التفكير بإيجاد آلية وسائل نقل عام تحل محل مركبات بما يمكن من التعامل مع ارتفاع المخيف في عدد المركبات العاملة في قطاع الوطن. يجب التفكير مع وزارة المواصلات مع الحكومة في إمكانية إيجاد وسائل نقل عام تحل محل عدد المركبات. إذن هذا بحاجة إلى ورشة عمل كبيرة. بالتالي هذا بحاجة لجهود على مستوى الحكومة وجهود على مستوى شركات التأمين والهيئة بما يمكنها من إيجاد حلول جذرية لقطاع المركبات وقطاع نقل المواصلات في فلسطين. لا يمكن التفكير بشكل منفرد في هذا الموضوع، يجب التفكير زي ما ذكرت السيد هارون بشكل جماعي، جهود وسياسات عليا في إمكانية إيجاد حلول لقطاع المشاكل في موضوع المركبات والحوادث. التفكير بآلية وجود مجموعة من السياسات والاستراتيجيات اللازمة لحل مشاكل قطاع التأمين في فلسطين، من ضمنها إمكانية إلزام المواطنين بوسائل نقل عام. أنتم الآن تستعدون لإطلاق حملة على مدار عام. نعم. كامل. نعم. في هذا العام 2018 فيما يتعلق بتعريف المواطنين بالواجبات بالحقوق بالخدمات التأمينية الأخرى
أهمية هذه الحملة؟ هذا موضوع مهم سيد هارون، إنه للمواطنين، للهيئة والمواطن وشركة التأمين. إحنا معروف إنها هي خدمة التأمين أنت بتشتريها اليوم لكن ما بتحصل عليها إلا لسير هذا الخطر، بمعنى بآخر أنت يكون هامك الأساسي في شراء هاي الخدمة هو فقط الموضوع النقدي، قديش هاي البوليس هي أقل سعرا من شركة التأمين الأخرى، بالتالي هاجسك الأساسي كمواطن هو يكون على موضوع النقد، ولا يكون التركيز على حجم الخدمة من التأمين أو حجم التغطية التأمينية أو الشروط والاستثناءات التي متوقع المواطن أنه هو يلاقيها بعد ما يصير معه خطر أو حادث. بالتالي موضوع التوعية عندنا كمواطنين مهم كتير. المواطن في عندنا بالدراسة اللي عملناها إحنا في موضوع الشمول المالي اللي أجرته الهيئة مع سلطة النقد في العام الماضي، تبين في عندنا عدم وجود وعي كافي لدى المواطنين في مجال التأمين، في غياب للمواطنين الأشخاص العاملين في قطاع التجارة والصناعة وليس الأشخاص الذين يحصلون على التأمين بحكم وظائفهم سواء كانوا موظفين حكوميين أو موظفين في القطاع الخاص، هناك في إغفال عن أهمية قطاع التأمين للمواطنين. النسبة اللي توفرت لدى الهيئة حوالي 10% من الأشخاص البالغين فقط يحصلوا على تأمين بشكل اختياري، وهي نسبة متدينة جدا. في مجال التأمين التكافلي في إحجام عن التأمين من معتقدات دينية ومعتقدات إسلامية حوالي 30%، وبالتالي هاي نسبة عالية، وبالتالي في فرصة كاملة للنمو في طلب قطاع التأمين. أهمية التوعية، رفع الوعي المجتمعي بأهمية التأمين، التعويضات اللي بتدفعها هاي الشركات مهمة كتير كمان يسمعها المواطن، حجم الاستثمارات اللي شركات التأمين بتقوم بالاستثمار فيها مهم كبير كمان للمواطن ولي كهيئة ولجمهور المتعاملين بحيث يعرف أهمية قطاع التأمين في مجال حماية السلم الأهلي وتعزيز النمو الاقتصادي في المجتمع. هاي التوعية نشتغلها حاليا إحنا مع تلفزيون فلسطين، إن شاء الله حيكون في عندنا في العام الحالي برنامج متوافق مع أهم الأفكار والمعطيات الأساسية في توجيه المواطن بالتعاون مع تلفزيون فلسطين من خلال بث مجموعة من حلقات من خلال وسائل الإعلام كمان السمعية والمرئية، ويجب أن يكون هناك توجه إحنا كسوق رأس المال في الوصول للمواطنين من خلال لقاءات بالمواطنين، لقاءات مع مجتمع المدني، لقاءات مع التجارية في تعريف حقوق المواطنين به، سواء كان حقوقه كمواطن لدى شركة التأمين أو حقوقه عند وقوع خطر في مجال التعويضات بالتأكيد. أو الاستثناءات أو الشروط الأخرى. بالتأكيد. سيد براق، قبل أن نختم الحلقة، زرتم قبل نحو شهرين قطاع غزة، كان لكم العديد من اللقاءات مع القطاعات المختلفة هناك، وعدتم بافتتاح مكتب لهيئة سوق رأس المال في قطاع غزة، أين وصلتم في هذا الأمر وأهمية ذلك لا سيما بعد كل هذه السنوات التي غابت عنها الهيئة عن قطاع غزة؟ حقيقة كانت الزيارة موفقة إن بالهيئة، الهيئة ارتأت إنها تذهب للهيئة بجميع طواقمها الفنية العاملة في الهيئة، واصطحبت معها قطاعات سوق رأس المال من شركات تأمين وأوراق مالي وتأجير تمويلي. لا يمكن التفكير لقطاع غزة وأنت موجود حاليا هون في فلسطين بالضفة الغربية، يجب الذهاب إلى قطاع غزة. ذهبنا لفترة مدة حوالي أسبوع، التقينا مع مجموعة من فئات المجتمع مختلفة من غرف تجارية وصناعية مع المواطنين مع الشركات. زي ما تذكرت سيد هارون، في احنا في عندنا غياب للهيئة حوالي 10 سنوات، الهيئة لم تواجد فيها في قطاع غزة، ومنذ حصول الانقسام لم يتمكن الهيئة أي آلية للتواصل مع المواطنين أو إيجاد مقر لها في قطاع غزة. في مجموعة من الأفكار والمعطيات عند الهيئة وصلت لنا بهاي الزيارة حول النهوض بقطاع سوق رأس المال في غزة، أهم قد يكون موضوع التأجير التمويلي. التأجير التمويلي هو نشاط مهم للعاملين ومنشآت وقطاعات الاقتصادية المهمة في البلد، أهم حاليا إحنا مركز في قطاع تمويل تأجير لقطاع الطاقة المتجددة، وهو قطاع مهم في ظل انقطاع حجم الكهرباء عن المواطنين سواء كان بالضفة الغربية أو غزة. في هناك مجموعة من الشركات العاملة في غزة بحاجة ل وعي أكثر في موضوع التأجير التمويلي. الشركات العاملة في المنطقة الصناعية وذهبنا المنطقة الصناعية وتبين في غياب كامل عن هاي المعرفة وهاي المعلومات حول أهمية وجود قطاع تأجير تمويلي للشركات العاملة في هاي المنطقة الصناعية، بحيث يوفر لهم تأجير تمويلي سواء كان لمنشآتهم، لقطاع الطاقة الكهربائية، لقطاع المعدات الزراعية. وبالتالي إحنا في عنا قطع منها للعام 2018 لقطاع غزة، في آلية بدء عمل الهيئة في هذا القطاع،
من حيث إذن هناك مكتب قريب. نعم إن شاء الله، وسيكون هناك تعزيز وتكثيف للحملات كمان الرقابية، وتكثيفها قبل الحملات الرقابية للحملات الإعلامية. المواطن في غزة لا يعي ولا يعرف عن قطاع سوق رأس المال اللي هو تعرض لغياب كامل في موضوع المعلومات، تم إخفاء قطاع غزة عن مجموعة من النشاطات اللي صارت مع الهيئة في موضوع تأجير التمويل، الأوراق المالية، التأمين، وعي المواطنين أقل في موضوع التوعية التأمينية، خروج المواطن من قطاع غزة إلى العلاج في حال حدوث خطر يطلب منه يدفع عند معبر إرز حوالي مبلغ لا يقل عن 25 دولار، بدفعهم عند المعبر، بالتالي شركات التأمين في موضوع التأمين الصحي وحماية العاملين في الأشخاص المؤمنين في قطاع غزة، بطلب من هاي الشركات تكون تواصل مع المواطن، مع الشركات، مع المواطنين بحاجة لتكثيف الحملات الإعلامية في غزة. قبل ما نحكي موضوع الرقابة في غزة بدك توعي المواطنين، تنشئ البنية التحتية، التأجير التمويلي، قطاع التأمين، المركبات العاملة في قطاع غزة بتشتغل بشكل بتأكيد. بشكل يعني ما في تأمين، ما في ترخيص، في شركة تأمين بتشتغل وفق أحكام الشرعية الإسلامية، لا تحصل على إجازة من قبل الهيئة، وهي شركة ملتزم بحاجة تصيب أوضاع هاي الشركات. بالتالي في جهود عند الهيئة مهمة عام 2018، بدء عملنا حيكون إن شاء الله خلال الشهر القادم في إمكانية كمان إيجاد آلية تواصل مع قطاع غزة من خلال مكتب موجود إنا، وتعزيز وصول الأشخاص العاملين في الهيئة إلى قطاع غزة بشكل منتظم وتدريجي إن شاء الله. ونحن نتمنى لكم التوفيق. سيد براك النابلسي مدير عام هيئة سوق رأس المال، شكرا على كل الإيضاحات، وبالتأكيد سوف نبقى على تواصل حول كل ما هو جديد معكم، وبالتحديد في قطاع التأمين، وبالتأكيد أيضا سنكون معكم في قطاع غزة لنتابع كل نشاطات الهيئة في هذا القطاع وأيضا القطاعات المختلفة. شكرا لك. والآن نذهب إلى قصة نجاح اقتصادية فلسطينية جديدة. أنا ربح الحجة، رئيس مجلس إدارة شركة ربح الحجة للعقار والاستثمار مشاريع وإسكانات ربح الحجة. بلشنا في سنة 2004، احنا سافرنا أمريكا في سنة 87، لكن كنا نروح ونرجع بتواصل على بلادنا، هذه بلاد فلسطين، كل سنة، كل نقعد 9 أشهر في أمريكا وشهرين في البلاد. وفي 2004 بلشنا في البلد هذه، كان وجودي في البلد إن أرجع البلد هذه أشتغل فيها لم يكن أول شيء، كان أصلاً لأساس، لأن كانت أمي رحمة الله عليها مريضة، فكان إني أجي أقعد في البلد إني لخدمة أمي في الأول وبعدين لخدمة البلد. تفكير في البلد كمشاريع ما كانتش فكرتي أمي، أنا كانت فكرة الوالدة رحمة الله عليها. الوالدة قالت لي طبعاً أنت بدل ما أنت قاعد وما بتشتغل أي شيء، افتح شغل يما، افتح في هذا البلد، ابني عقارات. فقلت له وقتها مين بده يشتري في البلد هاني، انه بده. فبدأنا في مشروع اسمه عمارة فاطمة باسم امي رحمة الله عليها، موجود في البلوع، في منطقة البلوع قرب جوال لجاي شوية صغيرة. في هذا المشروع كان بداية، وفي هذا المجمع التجاري. بعد 2004 بعد العمل بدأنا في الشغل الحمد لله رب العالمين، وبدأنا في أكثر من مشروع لحد اليوم نكون في حوالي 20 لـ25 و30 مشروع بالسنة. نحن الحمد لله أكثر من 1000 شقة سكنية صرنا بانيين خلال هال3-4 سنين هذول، وعندنا التقسيط المباشر دفع أولى وتقسيط مباشر بدون بنوك لكل موظف. أي إنسان بيقدر يجي ويشتري شقة بدل ما يستأجر ويكون إلى بيت ويتملك بيت ويقعد في هذا البلد. ونحن بنشجع دائما، ودائما نطلع برا للخارج على أمريكا للفلسطينيين المغتربين اللي برا فلسطين، البرا البلاد، اللي سافروا من سنين، من 10 و15 سنة و20 سنة وما رجعوا على البلد هذا، أو رجع حان كان جاي لعروس أو لزيارة. فمن كل اشتري لك بيت بكون عندك بيت تروح وترجع فيه، والحمد لله نجحت الخطة هذه. بدأنا بالسنة 2004 بتقريبا 22 عامل، اليوم أكثر من 750 عامل موجود للشركة في جميع المناطق. نحن بنشجع الجميع،
يستثمر في البلد. بالنسبة للعقارات طبعا احنا بلادنا بلاد شبابية، كل اليوم الشباب كثير معظمهم عرسان بدهم يتجوزوا، بدهم يحتاجوا لشقق سكنية. طبعا في طلب وفي طلب على الشقق السكنية. احنا يعني عندنا اكثر من نوعية في مشاريعنا، عندنا مساحات مختلفة في المشاريع، واخذنا فكرة كثير يعني من الخارج مثل تركيا بالنسبة للتصاميم الداخلية والتصاميم الخارجية حتى نتطور للأفضل للأمان. المجمع التجاري نعم بنينا مجمع مول فلسطين عند المول، وهينا بادين في مشروع جديد جنب المول اللي هو أكبر مشروع مول تجاري في جنب مول فلسطين، بدأنا فيه الحمد لله خلال الأسبوع نبدأ الحفر فيه. المشروع المرحلة الثانية هو عبارة عن محلات تجارية ومكاتب، ومشروع ناجح جدا والحمد لله. مجهزين من دخل شركتنا أكثر من 25-30% بيذهب إلى الجمعيات الخيرية مثل جمعية الياسمين الخيرية. قمنا في بناء طابقين للأطفال ذو احتياجات خاصة. مستشفى رام الله عملنا إعادة تأهيل لمستشفى رام الله اللي هو مستشفى الشيخ زايد كان سابقا اللي هو طوارئ من بلاط من فور سيلين من جميع الأمراض طوارئ العمليات، وكمان مركز رام الله الصحي اللي هو صحية رام الله قمنا بإعادتها بالكامل. نحن إن شاء الله يعني ناويين للمستقبل إن نبدأ في مشروع فيلل في منطقة ريحة ومشروع فيلل في مناطق سردة لكل يعني خلال الأشهر الجاية إن شاء الله خارج البلد، وكمان ليس بس فقط فيلل، كمان مشاريع سكنية لذو الدخل المحدود اللي هم ذو الدخلهم بيكون أقل من 3000 شيكل بحدود 3000 اللي يكون عنده شقة سكنية ويقدر يمتلك. نحن بندرس الموضوع اللي نبدأ إن شاء الله مشاريع سكنية في الأردن وفي الأردن الشقيقة وفي تركيا حتى تظل بلاد حتى تظل الشركة قوية في البلد هذا. أحييكم أنا هارون عمايري، وإلى اللقاء في حلقة قادمة من برنامج المجلة الاقتصادية، وفي أمان الله.